السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شانيل. جيسبر إن شاء الله تكونوا كاملين وكاملات بألف خير وصحة. فيديو اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة لإزالة الشعر الغير مرغوب فيه، سواء في الوجه ديالنا، سواء في العنق، سواء في أي منطقة يعني الجسم ديالنا بالكامل. وصفة أكثر من رائعة، وصفة ما غاديش تحسوا بها يعني بداك الألم الشديد اللي أكيد من بعد يعني ما كنستعملوا لا سيغ أو لا الحلاوة أو لا بزاف الأمور أخرى. هاد الوصفة فقط غادي تحكموا فيها بأنكم تفركوها، يعني من ورا ما تنشوف لكم غادي تفركوها كومسا، غادي تحيدوا الشعر يعني بدون ما تحسوا بأي ألم، لأنه بزاف السيدات صراحة تشكوا لي من هذا الموضوع وبغاو وصفة لإزالة الشعر بدون ألم، يعني ما كاينش ألم حاد، خصوصا السيدات يعني اللي دائما الجسم ديالهم حساس والجسم ديالهم كيكون جاف شوية يعني متضرر ومتعرض لأي مشكل أو أي مرض يعني ممكن يصيب كل سيدة وكل فتاة لا قدر الله أكيد. فالوصفة ديال اليوم هي وصفة رائعة صراحة، ومرة ما تجربوها أكيد غتردوا علينا في خانة التعليقات. بالنسبة للسيدات اللي مجربين هذا ديجا أكيد ما تنساوش تردوا علينا في خانة التعليقات، أنا أرحب بجميع تعليقاتكم في خانتي التعليقات دائما وأبدا. وبالنسبة للوصفة ديال اليوم هي سهلة مهلة بمكونات بسيطة رائعة وجد مضمونة ومجربة 100%. ودابا غنمشيو للمكونات وطريقة التحضير. بالنسبة لأول مكون غتحتاجوا ليه هو الكركمة. هاد الكركمة هادي البنات هي ديال الطبخ، دائما تقريبا في جميع وصفاتي ما كنستعملش الكركم ديال الجمال، لانه بزاف السيدات كيجوني يعني تساؤلات في القناة ديالي اكيد دائما الى مشانيل، اولا تساؤلات في مواقع التواصل الاجتماعي ديالي سواء انستغرام اولا لاباج اوفيسيال فيسبوك، اللي جميع الروابط غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف كومسا تتابعوني فيهم. كيف ما قلت لكم كيجوني بزاف الاسئله لا في القناة ولا في المواقع الاجتماعية ديالي على الكركم، واش هو ديال الجمال او ديال الطبخ يعني ديال المأكولات ديالنا المغربية. هذا الكركم البلدي اللي دائما كنستعمله تقريبا في جميع وصفاتي الا في بعض الحالات اكيد اللي كنمشي نتقدى الكركم ديال الجمال، ماشي ديما صراحه كنستعمل غير هذا لانه كنلقاه طغتم توفر اكيد عندي في البيت ديالي فدائما كنستعمله. وكيف ما قلت لكم هذا هو الكركم اللي غتحتاجوا اللي هو ديال الطبخ فقط. غير هو المشكل البسيط اللي في هذا الكركم هو انه كيخلي بعض يعني البقع اللي كتكون صفراء، ولكن عادي كتمشي غير واحد ساعه ولا ساعتين ماكسيموم كتمشي يعني ما تخافوا منه ما والو. سينو الكركم ديال الجمال هو ما كيخليش يعني لا تراس كتكون سواء صفراء او برتقاليه، فما هو ما كيخليهاش يعني نهائيا. هذا هو الفرق ما بيناتهم صراحه، ويعني بعض المرات كنستعمله ولكن ديما يعني كنستعمل هذا اللي هو الكركم ديال الطبخ ديالنا. بالنسبه لثاني مكون هو الحليب البنات، حليب كامل الدسم، وانا هنا غنطبق الوصفه امامكم. دونك غناخذ الكركمه ديالي وغادي نضيف عليها حليب كامل الدسم. دونك فوالا نوضع الحليب ديالي على الكركمه، نحاول نضيف الكميه كثيره باش كومسا هكذا يتجانسوا لي عفوا لمجميع المكونات. ودابا غنخلطهم ان شاء الله ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم، فابقوا معايا. وبعد ما خلطت جميع المكونات اللي كيتكونوا من الكركم اللي هو ديال المنزل يعني الكركم البلدي، ايضا حليب كامل الدسم، غتحصلوا على هذه النتيجه هذه. حاولوا دائما تخليوا الخليط متجانس. انا هنا زدت السائل ديال الحليب يمكن بالكثير، ولكن نتوما حاولوا تخليوها يعني على شكل بودراكم صافاش توضعوها في لابو ديال الوجه ديالكم. ملي تبغيو تفركوا يعني تجيكم الفركه سهله مهله، وتفركوا بشويه اكيد من الاسفل الى الاعلى، وفركوا يعني بشويه ديالكم يعني ما تحاولوش ضغطوا بزاف على الوجه ديالكم، خصوصا الا كانت عندكم يعني بشره جفافه بشويه عليكم. ان شاء الله غيتحيد لكم الشعر من اول استعمال الى ثاني استعمال غير بالهداوة وباللطف اكيد ان شاء الله غادي يكون كلشي. فجيسبر هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، واكيد ان شاء الله غنجيكم بوصفات اخرى مبدل على هاد الوصفات هادو، اللي هادي صراحه من اسهل الوصفات اللي كتجيني في التخلص من الشعر سواء ديال الوجه او العنق او الجسم ديالنا بالكامل، يعني من اسهل الوصفات صراحه. اكيد كاينين وصفات اخرى ولكن كيجوني شويه صعب ليكم اكيد، ولكن ان شاء الله غنقدمها لكم من المستقبل. قبل ما تخرجوا من الفيديو ما تنساوش انكم تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس، ايضا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في صندوق الوصف، لاباج اوفيسيال فيسبوك ديالي، انستغرام، سناب شات اوسي، ما تنساوش انكم تتابعوني فيهم، غنخلي لكم جميع الروابط في صندوق الوصف. ايضا ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك وايضا الزر المجاور له اللي هو زر الجرس كوم ستوصلوا بكل ما هو جديد. ايضا بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، واكيد تخليوا لي تعليقكم الرائعه في خانه التعليقات. شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء.